Ladies and gentlemen, after five hard-fought rounds for the championship, we go to the scorecards for the judges' decision. Judge 1 scores this fight 48-47, Bushiri. Judge 2 scores the fight 48-47, Diani. And Judge 3 scores the fight 50-45 for your winner by split decision from the blue corner, Badruddin Diani, your new UAE Warriors Arabia welterweight champion. إذن بدر الدين دياني بطلا ليو اي ووريرز اريبيا في وزن خفيف المتوسط. His Excellency Mohammed Darwish and CEO of UAE Warriors, Fuad Darwish. سنتكلم بعد قليل عن النتيجة ولكن سيدخل لتقديم الحزام للبطل المغربي سعادة محمد بن دلموتش الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة بجانب أيضا الرئيس التنفيذي لشركة فارمز الرياضية فؤاد درويش. وشوف الدور الأبوي قاعد يقوم فيه فؤاد درويش، يذهب إلى المقاتل الكويتي لكي يواسيه لأن كان هناك يعني بكاء من المقاتل الكويتي. خمس سنوات قال لك في المقابلة، خمس سنوات ليصل إلى هذه النقطة. بس شوف الدور الأبوي، يعني أكثر من مدير منظمة، أخ، صديق، أب، يقدم مقاتلين فرصة لأنهم بالنهاية مقاتلين يعني صغير السن صراحة، يحاول يعطيهم المواساة. يوم لك ويوم عليك يا عبد الله بشهري، وهذا اليوم كان يوم دياني وراح ياخذ الحزام ويقاتل عبد الله بشهري يوم آخر. تقديم الحزام إذن للبطل المغربي بدر الدين دياني وسط أحزان يعني طبيعية من عبد الله بوشهري. هذا هو سعادة محمد بن دلموتش الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة يسلم أول حزام عربي في هذه المنظمة للبطل المغربي بدر الدين دياني بطل يو اي ووريرز أريبيا في وزن خفيف المتوسط أو الوالتر ويت. هارت لك لعبد الله بوشهري، كان نزال يعني حصل على أكثر من فرصة فيه، حتى ترنح في إحدى الجولات بدر الدين، نعم يعني كاد أن ينهيها بنهاية الجولة المقاتل الكويتي. حزن يعني شديد، أنا لما سمعت مقابلته أو حتى تصريحاته في المؤتمر الصحفي عرفت أن المجهود اللي وصل لهذه النقطة مجهود كان لو ما حصل فيه على الحزام بيكون حزن شديد، يعني صحيح بيكون يعني بيكون زعلان جدا من هذا الشيء، شيء طبيعي يعني، لكن ما دام وصل مره يقدر يوصل مره ثانيه.